آخر تأمل. ارتجادت. لا يزال الشارع الإيراني يغلي على صفيح ساخن تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي أثقلت كاهله ودفعته للانتفاض بوجه النظام القمعي في طهران. وفي إطار سلسلة طويلة من الإضرابات والاحتجاجات الشعبية والفئوية والنقابية لمختلف أطياف المجتمع الإيراني، تواصل فئات المعلمين وأعضاء السلك التربوي المتقاعدين حراكها، حيث تجمهروا أمام مقر البرلمان وسط طهران في مظاهرة طالبوا خلالها بسداد مرتباتهم التي تعجز الحكومة عن دفعها منذ أشهر، تحت ذريعة باتت تستخدم كثيرا وهي العجز في الميزانية. كما طالبت هتافات المتظاهرين واللافتات التي رفعوها بإطلاق سراح زملائهم من نشطاء نقابات المعلمين والذين اعتقلتهم أجهزة الأمن خلال الاحتجاجات السابقة. وعلى غرار المعلمين في طهران، احتشد أكثر من 2000 مزارع في أصفهان في مظاهرة احتجاجية حاشدة على قطع إمدادات المياه عن مزارعهم، إلى أن قوات الأمن واجهتهم باستخدام القوة وانهالت بالضرب عليهم، فيما هم يهتفون بشعارات تطالب الأمن بحماية الشعب بدلا من السارقين. وتدحرجت كرة الاحتجاج لتصل إلى مدن إيرانية أخرى كالأحواز التي شهدت مظاهرات لموظفي مؤسسة وحدات المالية أمام مبنى المحافظة للاحتجاج على طرد العشرات منهم. ومحافظة البرز قرب طهران التي تظاهر فيها موظفو مستشفى الخميني للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة منذ أشهر، كما يتواصل إضراب سائقي الشاحنات في مختلف المدن الإيرانية احتجاجا على رفع رسوم الشحن وقلة الأجور. علي صباغ، الحدث.